مفيش اتنين هيجبروا بعض يحط ايديهم في ايدين بعض الا غفر الله لهما قبل ان تفترق الايادي من بعضها. ربنا بيغفر لهم. تتحاتى الذنوب كما تتحاتى الشجره عن اوراقها. شوف الورده لما تسقط من الشجره الذنوب بينك وبين اخوك بتتساقط من بين ايديكم. لما بتمد ايدك في ايد اخوك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. طلقه بوجه ابتسامه في وجه اخيك صدقه. ما يبقاش وجهك عبوس في وش اخوك، يبقى وجهك مبتسم. ده اقل معروف تعمله تاخد عليه ثواب. انت بتاخد لو ضحكت في وجه اخيك بتاخد ثواب. تخيل دي بتاخد ثواب ما بتدفعش حاجه. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. السلام يا أهل السلام، تحية أهل الجنة أول تحية تلقاها آدم، أول تحية تلقاها بعد أن خلق السلام، وأول تحية لأهل الجنة السلام، وآخر تحية لأهل الأرض السلام، وأول تحية هتلاقيها في قبرك السلام. أفشوا السلام بينكم. السلام يا أهل السلام، مش الخنادق والسيوف والسلاح والآلج، مش هو ده اللي بيعمل مواطنة. ادي الناس الحقوق عشان يحسوا بالأمن وحب الوطن. قبل ما تعمل حاجة فيا اديني البديل.